مؤتمر ديال الجهة ديال قلمي موادنون كان ناجح بامتياز، وجاو الأخوة الأعضاء في المكتب السياسي وتواصلوا معنا وتواصلنا معهم ودرناهم كلشي في الصورة في المشاكل ديال الجهة. الجهة عندها مؤهلات كبيرة، عندها مؤهلات في الطاقة المتجددة، عندها مؤهلات في الفلاحة، عندها مؤهلات في الصناعة، عندها مؤهلات في الصيد البحري، عندها مؤهلات في السياحة، والخير جاي قدام إن شاء الله. شنو أهم المعيقات اللي تتعرف الجهة من غير هذه المؤهلات؟ المعيقات كاين هضروا الإخوان على التحفيظ الجماعي وعلى التحفيظ ديال طنطان وعلى البنية التحتية، هي جاية الحمد لله كلها، والمواني ها هما الحمد لله غادي جاي المواني يتزاد فيهم إن شاء الله التجديد والخدمة، وغادي يتزاد كله في القضية ديال الطاقات المتجددة وفي الشاطئ الأبيض اللي غادي يجوه استثمارات كبيرة، والمسائل ديال المسائل البنية التحتية من ناحية ديال الصحة ومن ناحية ديال التعليم. بالنسبة لك انت على برنامج حزب التجمع الأحرار وحزب التجمع الأحرار هو اللي تيقود الحكومة، واش تترافعوا على هذه المشاكل اللي تعرف؟ حنا كنترافعوا، ودابا الإخوان راه اقترحوا كاع غادي تجي دابا قافلة ديال 130 برلماني وتفرق على 4 ديال المدن، وكل الجماعة اللي عندها دوسي تعطيه لنا نترافعوا عليه حنا ككل ونخدموا جماعيا. التجمع الوطني الأحرار كيخدم بالخدمة ديال المعقول، وكيبين ما كي وتشويش كاين، تشويش كاين يكرفتيني، وهذا هو الضريبة ديال النجاح. أما من ناحية ديال الخدمة وديال المستقبل وديال المواطنين، الحزب والرئيس ديالو كيمشي للمسائل اللي كضر المواطنين، وكيمشي للهشاشة ويمشي للمواطنين، ما يتمسوش في القود ديالهم اليومي من ناحيه ديال ضخ 16 مليار درهم، ومن ناحيه ديال 8 مليار ديال الدرهم اللي زادوا ديال الموظفين ديال سنه 2020 21، والمسائل ديال اللي دعموا في السياحه واللي دعموا في الفلاحه بامر صاحب الجلاله نصروا 10 مليار درهم، وبالناحيه ديال مليار و400 وهي غتزاد 440% في الشهر الجاي ديال الناس، باش الناس ما يتزاد عليهم في الورقه ديال الكار وديال التاكسي وديال يوصل في الاعياد ويمشوا، ومن الناحيه ديال ما يتزاد الغاز 150 درهم 160 وكيشري المواطن ب 40 درهم، ومن ناحيه ديال الخبز باش الخبز درهم 20 قمح الليين، ومن ناحيه ديال السكر ما يتزاد، ومن ناحيه ديال كل اللي كيضر المواطن خاصو الدوله كتدخل فيه بلا ما تمس المسائل ديال الدوله الاجتماعيه، بلا ما تمس الميزانيه ديال الاستثمار. هذا جهد كبير كتقوم به الحكومه مشكوره، والحزب الوطني الحرار مشارك فيها، وحنايا واقفين وساهرين على المسائل اللي تلقات مع هاد. حنا ما غنقولوا راه صافي جات كورونا، جا هذا الشيء ديال سمو، خص الانسان يبتكر.